أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الخامسة، الطعام والشراب. الدرس الثامن والثلاثون، الحوار. انظر واستمع واعد. المضيفة، إير هوستس. ماذا وات تطلبين you would like من الطعام from the food. I think yes, I already read this dialogue yesterday. So today is yours turn. Student Aisha. السلام عليكم. وعليكم السلام. Aisha, you are مضيفة. اوكي، مريم إبراهيم، اسم معلم. you are مسافرة. الوحدة الخامسة، الطعام والشراب. الدرس الثامن والثلاثون، الحوار الثاني. انظر واستمع. ماذا تطلبين من الطعام؟ ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض السمك والأرز من فضلك. مريم، زارش، اسم معلم. repeat the sentence. مسافرة. Yes. بعض السمك I من think we فضلك. have some internet problem. Zarish, can you hear us? السلام عليكم. وعليكم السلام. You are مسافرة. Read the sentence of مسافرة. I think Zarish also has problem with internet. My shop akeli pade se. وماذا تطلبين من الشراب؟ وماذا تطلبين من الشراب؟ ماء من فضلك. ماء من فضلك. وماذا تفضلين من الفاكهة؟ وماذا تفضلين من الفاكهة؟ التمر أو العنب. التمر أو العنب. هل تشربين الشاي؟ هل تشربين الشاي؟ لا، أفضل القهوة. لا، أفضل القهوة. القهوة بالحليب. القهوة بالحليب. نعم، القهوة بالحليب. نعم، القهوة بالحليب. هل تريدين شيئا آخر؟ هل تريدين شيئا آخر؟ لا، وشكرا. لا، وشكرا. عفوا. عفوا. جيون هيكا. السلام عليكم سير. وعليكم السلام. Repeat what you hear, okay? اوكي. الآن جاء دورك. Repeat. ين يا أدارك. والآن جاء دورك. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وتعد. وأعد.
وأعيد. ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض السمك والأرز من فضلك. بيت كانت عبدي. ماذا تطلبين من الطعام؟ ماذا مثل ويتك تطلبين 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 من الطعام من التعاد من الطعام من الطعاد بعض السمك والأرز من فضلك. بعض السماء سكرين تي أزرار. نو سر سكرين أزرار. مكان ممكن انترنت نتكلم. بروبلم اشهد اوكي نو بروبلم. عائشة يس وماذا تطلبين من الشراب؟ وماذا تطلبين من الشراب؟ ماء من فضلك. وماذا ماء من تفضلين من فضلك؟ الفاكهة؟ وماذا تفضل؟ ملك تسانو وين نتفرس سانو Do you hear us? ياسيني Do you hear us? Yes, نعم. Okay, repeat what you hear. Okay. التمر أو العنب. Can you ماذا hear تطلبين من what he she said? التمر والعنب. Okay, okay. التمر أو العنب. هل تشربين الشاي؟ لا. السلام عليكم أستاذ. أفضل القهوة. لا، أفضل القهوة. لا القهوة أفضل بالحليب. القهوة. القهوة نعم، بالحليب. القهوة بالحليب. نعم، هل القهوة تريدين شيئا بالحليب. آخر؟ لا هل وشكرا. تريدين شيئا آخر؟ عفوا. لا وشكرا. عفوا. سارة do you hear us? Samia do you hear us? جی سر السلام علیکم وعلیکم السلام I will play the audio you will repeat it. الوحدة الخامسة الطعام والشراب. Repeat. الوحدة الخامسة الطعام والشراب. الدرس الثامن والثلاثون.
الدرس الثامن والثلاثون الحوار الثاني. الحوار الثاني. انظر واستمع. انظر واستمع وأعد. ماذا تطلبين من الطعام؟ ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض السمك والأرز من فضلك. بعض السمك والأرز من فضلك. وماذا تطلبين من الشراب؟ وماذا تطلبين من الشراب؟ ماء من فضلك. ماء من فضلك. وماذا تفضلين من الفاكهة؟ وماذا تفضلين من الفاكهة؟ التمر أو العنب؟ التمر أو العنب؟ هل تشربين الشاي؟ هل تشربين الشاي؟ لا، أفضل القهوة. لا، أفضل القهوة. القهوة بالحليب؟ القهوة بالحليب. نعم، القهوة بالحليب. نعم، القهوة بالحليب. هل تريدين شيئا آخر؟ هل تريدين شيئا آخر؟ لا، وشكرا. لا، وشكرا. عفوا. عفوا. عائشة، نعم. you are first student. Samia, you are Yes, second sir. student. Start this Okay, sir. dialogue. ماذا تطلبين من الطعام؟ الأرز مع بعد الأرز بعد الأرز مع الدجاج مع الدجاج من فضلك. من فضلك. بعد الأرز مع الدجاج من فضلك. وماذا تطلبين من الشراب؟ أطلبين ماء. أطلب ما، أطلب ماء. or you can just say الماء من فضلك. الماء من فضلك. وماذا تفضلين من الفاكهة؟ العنب العنب مع الفاكهة. والفاكهة. من الفواكه. العنب من الفواكه. هل تشربين الشاي؟ نعم.
هل تريدين شيئا آخر؟ لا شكرا. لا وشكرا. لا وشكرا. عفوا. No, Samia, you are first. Aisha, you are second. ماذا تطلبين؟ ماذا تطلبين من الطعام. من الطعام؟ ماذا تطلبين من الطعام؟ بعد السمك والدجاج. ماذا تطلبين من الشراب؟ ما أنت؟ هل تريدين شيء؟ لا أفضل القهوة. أفضل القهوة. هل تفضلين القهوة مع الحليب؟ نعم. سامي ये सवाल मुझे ماذا؟ हाईलाइट हुआ हुआ है, جي سر؟ जो सवाल हाईलाइट हुआ हुआ है ये ना पूछे. اتس هاي لايت هو ٹھیک ہو گیا. ان وات وود یور پریفرنس فرام ذا فروٹ. ماذا تفضلين من الفاكهة؟ العنب والتمر. هل تريدين شيء؟ هل تشربين الشاي؟ هل تشربين شيء؟ لا أفضل القهوة. هل تشربين قهوة مع الحليب؟ No. Do you want anything else? ماذا تفضلين شيئا آخر؟ هل تريدين شيئا آخر؟ هل تريدين شيئا آخر؟ لا وشكرا. عفوا. مفردات الأرض. معلم بيضة means egg or بعد what is it بيضة من أجل. egg. okay Now you repeat what you hear, okay? مريم. yes معلم. الوحدة الخامسة الطعام الوحدة والشراب. الطعام والشراب. الدرس الثامن والثلاثون. الدرس الثامن والثلاثون. المفردات. المفردات. العرض. العرض. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع واعد. ما. ما. قهوة. ماء. قهوة. شاي. شاي. حليب. شاي. حليب. شراب. شراب. تمر. تمر. عنب. عنب. طعام. طعام. يطلب. يطلب. يشرب. يشرب. تدريب واستيعاب comprehension exercises يجب أن الأسئلة باختصار. Answer the questions in brief.
any student ماذا طلبت المسافرة من الطعام؟ What did the female passenger get? بيض بيض سمك وأرز ماذا طلبت من الشراب؟ شاي شاي ماذا طلبت لا من الفاكهة؟ We can write anything, no problem. Just أوكي grammatically the sentence should be correct. ماذا طلبت تمر من تمر الفاكهة؟ وعنب تمر وعنب. هل ستشرب الشاي؟ لا نعم تشربت قهوة. What is the meaning of this answer? Sir, the question, هل did you تشرب الشاي؟ Did you drink? Will she drink the tea? Okay, will هل he drink? ستش okay. Did. Will she drink tea? The answer is no, she will not drink tea. Okay. La, la, لا ستشرب لا الشاي. تشرب الشاي. Okay, sir. We need to write تشرب la لا in the beginning of the answer. La, Okay. And la then we have to ستشرب write الشاي. سا معلم ستشرب Yes, no. la, Okay, sir. la ستشرب الشاي. In this way, you all need to write the answers here and send me the answers right now on WhatsApp. الآن كلكم تكتب الأجوبة على الكتاب وارسلوا الأجوبة عبر الواتساب. The student has sent these answers. ماذا طلبت المسافرة من الطعام؟ طلبت من الطعام. So here we don't need to write من الطعام. Just write Yes, طلبت sir. بعد الأرز والسمك. No need of writing من, sir. Yes. طلبت الطعام. من الطعام is not needed. Okay, sir. I will cancel it. And also write Alif Lam with Aruz and Samak. Okay, sir. I'll do that. Maza Talabat. Talabat. Fakat Alma. So again, you can Okay. remove Bida Sharab here Okay. and write Alif Lam with Ma. Okay, sir. Tell me the answer for the first question. Okay. ماذا طلبتي مسافر من الطعام؟ طلبت بعد أرز بعد والسمك. الأرز بعد الأرز والسمك. and second answer ماذا طلبت من الشراب؟ طلبت فقط ماي. You said ألف لام with ما. yes ماي. الما فقط الما الماء. Okay, sir. بدل فاكهة. Again, you don't need to write بدل فاكهة here. Just طلبت Okay. التمر والعنب. طلبت التمر وعنب. Here we need two la. First la is for hal and second la Okay. is for negative. Okay, so La. twice I have to write la, sir. Yes. La. Okay. La. Then what did you write the next word? Okay. The question was هل تش ربو الشاي. Satam. Did you drink tea? Will she drink tea? Okay, sir. Sorry, there's so and that. So it is about okay. هل ستش ربو الشاي. لا شربت شاي. No. Just What repeat will the I same write? word. La la satashrabu shai. Okay. Satashrabu. The scene should be there. Okay, sir. Yes, the word I is made the written in correction. the question. Okay. So la satashrabu shai. Again, here in this one you have written hiya sharabat. This is wrong. You need Wrong, to sir. write hiya satashrabu. Okay, sir. هي ستشرب ستشرب. القهوة بالحليب. Yeah. Okay, أين sir. دار هذا الحوار؟ Where this dialogue took place? So this dialogue took place Yeah. in the aeroplane. So in the answer Okay, you I will didn't. write Yeah. دار هذا الحوار
في الطائرة. في الطائرة. Okay. I didn't know the meaning of دار, sir. What is دار, is the conversation? دار means occurred, took place. Okay, when it occurred. Okay, sir. دار. Okay. ماذا So the You need to choose one fruit, not both fruit. Okay, sir. And you need to write alif lam with the fruit. With the al-tamar? Yes. Al-tamr wal al-inab. Yes. And you need okay, to write sir. One fruit in the answer, not two, because he is asking okay, you sir. Fruits. Okay, sir. Again, you need to write alif lam with shay. Okay. For everything, I have to write the alif lam, sir. When it is definite, we write alif lam. Okay. When it is not okay, definite, sir. Okay, I'll do the correction, sir. Jazakallah. Oh, Yaakov, anybody, any question? Last two questions, Maulim. Yes. ماذا تفضل أنت؟ Yes. So these questions ماذا are for تفضل you. أنت؟ العنب أم التمر؟ أم means or؟ Or, yes. Okay. Which one do you want? Huh? Okay. Aisha Imran Yes. and Maryam Ibrahim. Samia Kayum. Yes, Malim. Yes, Malim. Okay. So Aisha and Samia, you both will do this one. Start. هي تسبح. هي تسبح. هما تسبحان. هما تسبحان. Swimming. هي تسبح. Swimming. هي third option. هي تسبح. What are you saying? هما تسبحان. هما تسبحان. Second option. هن يسبحن. هن يسبحن. هم يأكلون. هم يأكلون. هن يسبحن. يأكلون. هن يسبحن. هن يسبحن. هم يأكلون. هم يأكلون. هم يأكلون. هما تسبحان. هما تسبحان. Second option. The both are هما تسبحان. They are eating. First option. هم يأكلون. هم يأكلون. هن يسبحن. They are swimming. Third option. هن يسبحن. يأكلون. هم يأكلون. Fourth option. They are eating. هم يأكلون. هي تسبح. هي تسبح. Fourth option. She is swimming. هي تسبح. هن يسبحن. They are swimming. First option. هن يسبحن. هما تسبحان. يسبحان. Fourth option. They both are swimming. هما تسبحان. هما تطبخان. هما تطبخان. هما تطبخان. هي تسبح. Her option. She is swimming. هي تسبح. هما تطبخان. هما تطبخان. هما تطبخان. هما تطبخان. They are both cooking. هما تطبخان.
ما تطبخاني. They are both cooking. Fourth option. هما تطبخان. Sara, do you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Yes, I can. Yasidi. Yes, نعم. You both will answer. المرأة تشرب. What is the answer? The woman is running. Number two. Second. الرجل يجري. We need Second. Speed. الرجل يقرأ. الرجل يقرأ. Anyone can answer. Okay. البنت تقرأ. الأولاد يأكلون. يأكلون. البنات يشربن. البنات يشربن. يشربن. هي تطبخ. تطبخ. الولدان يسبحان. الولدان يسبحان. الرجل يأكل. الرجل يأكل. الرجل يأكل. الرجل يأكل. الرجل يأكل. Next two words are Zarish. By Chevron. Yes. Zionica. You will answer this. الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. بنت. الرجل يطبخ. الرجل يطبخون. الرجال يطبخون. الرجل يسبح. الرجل يسبح. النساء يش النساء يسبحن. النساء يسبحن. البنت تسبح. البنت تسبح. البنات يجرين. بنات يجرين. Anybody, any question? We will stop here. No. No question. See you all next time, inshallah. Ma'assalamu.